كابتن حسام البدري ما دفعش غير بتبديل واحد، لسه عنده تغييرين، وبنقرب اهو على 16 دقيقه فاضلين من نهايه اللقاء، هنشوف حسام البدري هيعمل ايه. ادي كره توصل واحده على طول تروح لمحمد فتحي نص ملعب الاسماعيلي، خدها اجاي، خدها اجاي، اجاي ينقل، ادي ازارو، ازارو والسولية، اوه عملها السولية الاسمحلوية، عمرو السولية يتقدم بهدف. اسجد يا حسام يا بدري، قلت لحضراتكم احساس اللقاء في هدف، والسولية يقول لي عندك حق يا محمد رمضان، ويتقدم النادي الاهلي بهدف. بصراحة الاسماعيلي عواد مش مصدق، السولية هو اللي سجل. بتدافع يا ابني وبتهاجم وما فرحش طبعا، شوفوا بقى شعور طيب من عمرو السولية احد ابناء النادي الاسماعيلي، ما فرحش الراجل، هي دي هي لفته جميله بصراحه، لكن في النهايه الاهلي يتقدم على الاسماعيلي. هنا محمد يا فتحي لازم انقل الكره على طول، هنا اهي انت واقف تولد، ضغط اجايون خدها، لكن شوفوا حضراتكم تحرك السولية هنا، محمد هاشم، لا ده مش هاشم، ده كمبوشة يجلي تلاقي السولية، وبصراحة مفيش حد يقدر يجيبها. هادي يا جاي، انفراد تاني، انفراد تاني، بيقول له ازارو حط، بيقول له ازارو حط، ده مين؟ ده عبد الله السعيد، الاهلاوية خلصوا على الجيم، الاهلاوية وعبد الله السعيد التاني التاني، ياه الكورة دي فيها العجب، سبحان مغير الأحوال، الدراويش كان الأقرب والأخطر، وعبد الله السعيد للنادي الأهلي يضع الهدف الثاني مع الدقيقة كام؟ 82. يا سلام عليك يا أجاي، يا سلام عليك ولد يا ابني، بيصنع الهدف السادس، لا ولد، أجاي اندمج، انصهر مع النادي الأهلي خلاص، وعبد الله السعيد الثاني الثاني للنادي الأهلي. هدف مع الدقيقة 82، النادي